منافسات كأس العالم مختلفة، محايدة للكربون. وهذا رغم بناء 7 ملاعب جديدة بمكيفات هواء، ورغم سفر الملايين من المشجعين إلى هناك بالطائرات. هل يمكن أن يكون هذا محايدا لثاني أكسيد الكربون؟ هذا يفتقر إلى المصداقية. هناك مشاكل أخرى متعلقة ببطولة كأس العالم، موت عمال وانتهاك لحقوق الإنسان وفضائح الفساد في الفيفا، لكن دعونا نتحدث عن شيء تم إهماله حتى الآن. الوعد الذي قدم بطولة كأس عالم دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون. قامت قطر ببناء 6 ملاعب تم تجديد أحدها، وهناك ملعب يمكن إعادة تدويره. تم إنشاء جميع الساحات في دائرة قطرها 50 كيلومتراً، ووفقاً للفيفا أصدر بناء الملاعب 6 حوالي 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون. كانت الانبعاثات الفعلية لبناء الملاعب أعلى بكثير، لكن الفيفا قالت إن الملاعب ستستخدم لمدة 60 عاماً، ولذا يمكن أن تفرق الانبعاثات على مدى 60 عاماً. لكن بطولة العالم ستستمر 70 يوماً فقط، وبذا يتم تجاهل 59 سنة و10 أشهر، وهذا يعادل 0.3% فقط من إجمالي الانبعاثات الناتجة أثناء البناء. حيل رياضية. إجمالي الانبعاثات هو تقدير من قبل الفيفا نفسها بناء على انبعاثات ملعب واحد. بناء ملعب واحد يعني عادة حوالي 270 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. لا يزال من غير الواضح كيف يتم استخدام الملاعب فعليا لمدة 60 عاماً. هناك خطط للفرق المحلية أو كموقع لفعاليات. إنه جيل دوفراسن من منظمة كاربون ماركت ووتش. أعادت المنظمة حساب البصمة الكربونية للملاعب 6. السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا ستفعل قطر بها بعد المونديال؟ الشيطان يكمن في التفاصيل، وهذا ما ينطبق على ملعب رأس أبو عبود الذي يمكن إعادة تدويره. في الواقع فكرة جيدة، لقد تم بناؤه من حاويات وهو متين ويمكن إعادة بنائه في أماكن أخرى، ويبقى من غير الواضح ما إذا كان هذا سيحدث، بالإضافة إلى أنه نظرا لمواد البناء عالية الجودة فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مرتفعة نسبيا. حالة واضحة للغسيل الأخضر، وهذا ينطبق أيضاً على سفر المشجعين إلى قطر. تقدر الفيفا أن حوالي نصف الانبعاثات الناتجة تنشأ عن الطيران، ومن السخيف أن تقوم الفيفا بحساب انبعاثات رحلات الذهاب فقط. هل يسافر المشجعون إلى قطر ويبقون هناك؟ هذا سخيف للغاية، حتى إن بعض المشجعين سيسافرون لمرات عديدة بسبب عدم وجود غرف فندقية كافية في قطر. بالإضافة إلى ذلك هناك الطاقة والنقل والطعام، هذا كله له بصمة كربونية ضخمة. تتحدث الفيفا عن 3.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ومنظمة كاربون ماركت ووتش تتحدث عن 5.2 مليون، ووفقاً لملعب بمركز لانكاستر للبيئة فقد تصل إلى 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون. للمقارنة، هذا يساوي انبعاثات كل شخص في العالم يشاهد اليوتيوب لمدة عام كامل. كيف وصلت الفيفا لصفر انبعاثات؟ شهادات الكربون. أظهرت التجربة أن العديد من المشاريع هي للتلميع فقط. من خلال الطاقات المتجددة مثلاً يمكنك استعادة التكاليف عن طريق بيع الكهرباء، لذلك فإن مشروع التعويض هو في الواقع غير ضروري.
يهتم ديريك بروكهوف منذ 18 عاماً بمعادلة ثاني أكسيد الكربون. كان من الممكن بدء العديد من المشاريع حتى دون معادلة. في هذه الحالة لا يوجد فرق. إذا دفعت لشخص ما مقابل القيام بشيء ما كان ينوي القيام به أصلاً، لذلك فالعالم كان سيكون أفضل حالاً إذا تم بالفعل التقليل من الانبعاثات. ما هي المشاريع التي تدعمها قطر؟ لدينا مزرعة رياح، ولدينا مشروع للطاقة الشمسية ومزرعة رياح أخرى، مضخات المياه، كل شيء في نطاق الطاقة المتجددة. هناك 6 مشاريع فقط مدرجة، وهذا مثير للسخرية. إذا قمنا بعملية حسابية فهذا يعني حوالي 500,000 طن من ثاني أكسيد الكربون، لكن الفيفا تقول إنها تسببت في 3.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. سألناهم وقالوا إنهم حصلوا بالفعل على معدلات ل 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، لكنهم يخفون في أي المشاريع. المعادلة يمكن أن تنجح، لكن إذا كانت هناك شفافية. لا أحد يستطيع التحقق مما إذا كانت هذه المشاريع جادة. لا تستند قطر في مشاريعها إلى معايير اختيار دولية مثبتة، بل طورت معاييرها الخاصة لهذا الغرض. وفوق كل ذلك، تلبي قطر الغنية بالشمس 99% من احتياجاتها من الطاقة من الوقود الأحفوري. منذ مونديال 2010 تم بناء محطة واحدة جديدة للطاقة الشمسية، وهذا مخجل. بالطبع، ترتبط الأحداث الرياضية الدولية الكبرى بالكثير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكن يمكن الحفاظ على بصمة بيئية صغيرة. على سبيل المثال، من خلال استخدام المزيد من الطاقة المتجددة لبناء البنية التحتية اللازمة مع معادلة جدية، أعمال بناء أقل. سيكون من الأفضل تنظيم كأس العالم هناك، حيث توجد بالفعل ملاعب، وحيث يمكن للجماهير السفر دون طائرة. الزعم أن كأس العالم محايد مناخياً هو ببساطة عملية غسيل أخضر مع الكثير من أعمال العلاقات العامة. استضافة الأحداث الرياضية الكبرى مع الشعور بالمسؤولية أمر صعب، لكنني أتساءل عما إذا كانت الفيفا وقطر تعنيان ذلك حقاً.